صبان، فنانة تشكيلية. النهاردة هفتتح معرض سحر الواقع قاعة صلاح طاهر دار الأوبرا المصرية. اللوحة الجدارية الكبيرة بتتكلم عن الإلهة حتخوف، وكأنها تحتفل بموعد اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير. إلهة الحب والسماء والخصوبة والأمومة عند المصريين القدماء، وهي من أشهر الآلهة عند المصريين القدماء، ويمكن بعد كده خدوها الرومان والإغريق، ولكن هي من عندنا. اللوحة فيها الهرب اللي هو أقدم آلة عند المصريين القدماء. يعني الهرب ده بدايته عندنا في المعابد، يمكن اختلف شكله من أسرة لأسرة في طريقة العزف، العازف بيقعد أو بيقف بيكتر عدد الأوتار، ولكن هي البداية عندنا الهرب. أنا حبيت أأكد ده قوي. صحيح هو ما اتطورش عندنا، هو راح فرنسا بقى بعد كده، ولكن البداية على جدران المعابد بتاعتنا. أنا جامعة ما بين القديم وما بين الكمان، ما بين الحداثة، ولكن هو أكبر جزء في اللوحة هو الإلهة حتخور، وكأنها هي بتضم البيانو والهارب والكمان، لأن هي برضو حامية للسرور. يعني كانت تحمي الراقصين والمغنيين وكل ما يدخل السرور على الإنسان في مصر القديم. في الأول أنا كنت عاوزة أعمل كذا لوحة، بعدين حسيت إن أنا لو فرقت اللوحات أو عملتهم ممكن يتعرضوا مش مع بعض كلهم مرات، وممكن لا، أنا حبيت أجمعهم في جدارية كبيرة. وحطيت كمان الإلهة نفر، هي أول سيدة أعمال مصرية، كانت بتتاجر ولها حدائق وبساتين، ودي تعلو الجدارية. ظل الخيول برضو أنا مركزة على رجلين الخيل، لأن هي بتبقى في وضع معين وفي عضلاتها وبشكل معين أثناء اللعبة دي، مركزة بس على الرجلين، وحاطة الكورة وعاملة ظل، ومش مستخدمة أي ألوان عشان تبرز اللوحة دي. في أربع لوحات أنا حاولت إن أنا يعني ألقي الضوء على مكان في بلدنا هو جنة الله على الأرض، دهب تحديداً. دهب هي اتسمت دهب لأن لون الرمل فيها لون الدهب. فيها شجر اسمه شجر المنجروف، وهو موجود على في البحر الأحمر عموما، بس هو واخد كسرة وغزارة في دهب تحديدا. وأنا بشتغل في سحر الواقع، يعني حسيت إن أنا بستعد المعرض اللي بعد سحر الواقع، وأملي إن أنا أحققه بالشكل اللي أنا عاوزاه، أستخدم فيه خامة الإزاز بكل تفاصيلها، بكذا تكنيك، بالكفر فويل وبالرصاص وبالتكنيك اللزق، واعمل جداريات كبيره. بس هاخد ملكات مصر، مصر القديمه، وما يستحق ان يعني يظهروا في 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 يعني ويبرزوا وتفاصيلهم وبالمعلومات اللي وراهم، يعني عايزه اطلع ده كله في اللوحه، وعايزه المعرض كله يبقى مش معرض واحد، يبقى سلسله. بس ده موضوعي اللي انا حماسي ابتدى فيه وانا شغاله في معرض سحر الواقع. مهندس عبد الله البرميوي، فعلا معرض عجبنا جدا، وهو معرض مبهر جدا، ودايما جهان الصبان بتفاجئنا كده بلوحات جميله ومعبره، فيها في التميز في الحقيقه، في ليها تكنيك معين ومعروف بالنسبه لها. شيء اسعدنا جدا فينا اللوحات، فيها تكوين حلو، فيها توزيع للون حلو جدا، وزي ما عودتنا باستمرار، هي ودايما بتعودنا باستمرار، انتاجها دايما بيبقى فعلا انتاج مميز. اسمي يوسف المرصفي، مهندس معماري.
والله يا الأستاذة جان الصبان طبعا زميلة عزيزة، وإحنا بنحب دايما نتابع شغلها، وهي عضو نشيط في لجنة الفنون التشكيلية نادي الصيد، ودايما بتشاركنا معارضنا، فطبعا لازم نتابع كل معارضها، وهي شغلها متميز جدا، ودعيتنا النهاردة وإحنا سعداء بهذه الدعوة، وإن شاء الله أتمنى لها كل التوفيق. معرض جميل طبعا ومتنوع، وفيه أفكار جديدة وفيه شغل جديد، ويعني يمكن لسه محتاجين وقت أطول شوية عشان نستوعب كل الشغل اللي موجود في المعرض. الفنانة دي هي بنت كبيرة بكرية، طول عمرها من وهي طفلة صغيرة بتعمل حاجات كتير حتى غير الرسم، تعمل حاجات بالصلصال مظبوطة جدا بإيدها، تعمل رسومات بالشمع، رسومات بالقلم، القلم الرصاص، اي فنون في المدرسه بتعملها بتتعرض في معرض المدرسه، وكانت معروفه بكده لحد هي ما وصلت لمستوى حلو قوي الحقيقه. انما هي زي ما انت شايفه كده عملت حاجات حلوه، وفي البيت في حاجات كتير جدا معموله، يعني عندها موهبه، موهبه جميله. اماني زهران فنانه تشكيليه ومديره قاعه الاهرام للفنون. الحقيقه انا اعرف جيهان من حوالي 20 سنه، وتابعت معاها خطواتها في الفن التشكيلي من البدايه. هي كانت متميزه جدا في الزجاج المعشق، واتجهت لرسم الباستيل، ومن الموضوعات المفضله عند جيهان موضوعات الخيل، فهي المره دي مقدمه رؤيه متميزه جدا، يعني في بورتريهات للخيل في خامه الباستيل استعرضت فيها مقدرتها والنعومه بتاعتها، وفي نفس الوقت في لوحات، ثلاث لوحات كبار ماستر معمولين من اثنين منهم معمولين من ثلاث اجزاء، انا حباهم جدا. في منهم بورتريه لمهره وحركه الرجول الخيل مع انعكاس ظل الجوكي على الارض، دي من اعلى اللوحات اللي انا حباها في المعرض، وهي عاملاها كمان بثلاث درجات من الرماديات والاسود، وده انا شايفاه تحدي هي نجحت فيه. اللوحه اللي ورايا هي لوحة مبهجة، هي استخدمت فيها تناول فرعوني لأول مرة، يعني أنا أول مرة أشوف لها الشغل الفرعوني ده، بس هي عاملة فيه شغل حلو ومقدمة فيه تكنيك بورق الذهب وبالألوان الفرعوني من الأزرق الملكي والأحمر. البنت الحالمة اللي مع راس الخيل شوية فيها تعبيرية، لكن جيهان بتتبع الأسلوب الواقعي وبتوجه رسائل. الحصان بالنسبه لها رساله كبيره، هي بتوجه بيها رساله لقوه وعدم الاستسلام ودايما السعي والتقدم للامام. دكتور مصطفى يحيى العميد الاسبق لمعهد النقد الفني باكاديميه الفنون وفنان التشكيل. سحر الواقع هو موضوع اطروحه الفنانه العارضه جيهان الصبان، حصلت على درجه الماجستير بدرجه امتياز عن الواقعيه السحريه منذ عدة أشهر، فهذا مؤثر فيها كبحث علمي تنظيري، وهنا بتتم تطبيق ما درسته وما بحثت عنه عن الواقعية السحرية، هذا العالم الذي يرتبط بالواقع وفي نفس الوقت يرتبط بسحر فراغ بعيد إنساني وفراغ مطلق يتعامل مع هذا الواقع، بحيث نرى هذا الواقع في عالم سحري جميل ساحر يؤثر فينا ويتلامس مع أحلامنا الخاصة. وهي أخذت هذه التيمة من خلال الخيول أو الأحصنة وخيول البحر، وجديدا هي ذهبت إلى دهب، مدينة دهب السياحية الساحلية، وأخذت منها هذا السحر الواقعي هذه المدينة البكر التي بها موتيفات عديدة متعددة محافظة على نوع من الفطرية الموجود. فالواقع السحري في أعمال جيهان الصبان يتلامس مع شخصيتها، فدائما تبحث عن تجميل هذا الواقع بأدوات وقيم تشكيلية.